احنا جايين النهارده مجموعه من الحركات الثوريه والقوى الثوريه على راسها الجبهه الحره التغيير السلمي وحركه شباب الثوره العربيه وتحالف القوى الثوريه وحركه شباب التبليل الجبهه الديمقراطيه ومجموعه من اهالي المعتقلين سواء الضباط ضباط 8 ابريل او معتقل العباسيه محمد محمود ومجلس الروزه وغيرهم. جايين النهارده لنقدم طلبا للدكتور مرسي بصفته رئيسا للسلطه التنفيذيه ورئيس الجمهوريه ليفرج او يصدر امرا فوريا او قرارا فوريا بالافراج عن كل المعتقلين المدنيين والعسكريين اللي حكموا مدنيا او عسكريا. هذا مطلبنا من الدكتور مرسي، نتمنى عليه ان هو ينفذه. اضافه الى ذلك نتمنى عليه ان يتدخل او نطلب منه ان يتدخل للافراج عن زميلنا الناشط احمد الجزاوي المعتقل في السعوديه وايضا الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل لدى السلطات الامريكيه. تقريبا دي مطالبنا ودي القوى المشاركه. اما المشير طنطاوي المجلس العسكري، نحن لم ولن نطلب منهم ولا نطلب منهم. المجلس العسكري هو قائد معسكر نظام مبارك وقائد معسكر اعداء الثوره، وهؤلاء لا نطلب منهم، هؤلاء نكمل ثوراتنا حتى نقضي عليهم ونحاكمهم ونختص منهم لدماء الشهداء. تقريبا احنا دي تفاصيل اليوم. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اتقابلوا مثلا مرسي ازاي او اتقابلوا متحدث باسم مرسي ازاي؟ ربما يتشكل وفد في مجموعه من النشط السياسيين ثلاثه ربما وثلاثه من اهالي المعتقلين اهالي احمد الجزاوي ومحمد وديع وغيرهم، ربما يقابلوا الدكتور مرسي وربما لا يقابله احد ونقدم له الطلب في احد موظفي الرئاسه او يعني موظفي مكتبه وننصرف بعد انتهاء الوقفه. في الحالتين احنا اوصلنا الرساله وهنوصل الرساله المكتوبه الى الدكتور مرسي ثم ننصرف بعد ذلك. طب ايه اللي ممكن يتم لو ما شافش طلباتكم او ما نفذش طلباتكم؟ قدامنا هدنه 100 يوم، هو طلب ال 100 يوم دي فرصه للدكتور مرسي نقدم له طلبات ونسكت، ونقدم له طلبات ونسكت. بعد ال 100 يوم ان لم ينفذ هذه الطلبات هنتحرك في اطار الضغط لتنفيذ هذه الطلبات. ده بالنسبه للطلبات، لكن في اطار يعني اكبر اسمه مطالب وتطلعات الثوره واهدافها، هنشوف الدكتور مرسي في ال 100 يوم ماشي في اتجاه الثوره ولا ماشي في اتجاه ثاني، لان هذا ما يعني ما سيحدد ان كنا سندعم الدكتور مرسي ونتركه لحال سبيله، يعني نقومه اذا اخطا ونحييه ونساعده اذا اصاب فيما لا علاقه بالثوره، او ها ننزل الشارع ضد الدكتور مرسي وضد بقائه في السلطه ان كانت خطواته بعيده عن خطوات الثوره او بعيده عن مسار الثوره. طب عصام النهارده في الحادثه الساعه كام؟ ربما نص ساعه بكثير خالص.